يا سيدي. ايه نندفهم على الثورة حميدة، ايه نسلتهم على الثورة كبدي، ايه نسلتهم على الثورة كبدي، ايه نسلتهم على الثورة حميدة. والله جديدة هكا دخلت يدها في شونها داور خويا وزن بابا ومدت أرانشا. ها لا هذايا ما عرفنا عليها محرزية الأفخاخ. عاودت دخلت يدها في شونها ومدت 2000 فرنك. يا ولادي ما دامك بطال قومك تصرف عليك برمشي يوم سلقها. سي أيمن هذايا قال لك عنده كرسي في القهوة باسمه، قالوا يحرض على اعتصامات ومنخرط في جمعية المعطلين على العمل هو وخواته وأولاد خواته زاد اللي خذاو شهيدهم وقعدوا يستناو في منحة أمل اللي ما ظلم عليها. مشيت نسأل على حد جباية في دار، قالوا لي معتصمة قدام وزارة التربية. فين تكسير ببنات عرضني البنات المعطلات على العمل، بنات حومتي إشراق وإشراف ودرساف وريم وإكرام ولؤلؤة وسميرة وسميرة وسميرة، هذوما 3 خوات اسمهم سمير. هزيت دربويت مكتوب عليها حنتك القدام وسعدك في الأقدام. تبعتهم نلقى خالتي بيا قدام باب الوزارة ناصبة سفساريها خيمة حاشية ولادها 7 مغطيتهم بزهور كروات ومخيطة لهم أفهم. وهي نادبة وجهها من هنا لهنا وشادة في خناق المندوب نتاع التربية. وكل المندوب يفسر لها يلا بي يلا بي بي سيب سيبك الكرافات هكا ولا تطلبت بالسكر وكلها سيبهم. طب شوف يلا بي صحيح انتم ما طلبكم مشروعة وولادكم عندهم الحق في العمل، اما ايش اقول لك فص السكر وعز الدين وسلسلة الحرقوسة دي مركوزتي فوق الكانون راهو قابلين الشعارة. شنو اخويا تحبوا تحرقوا امة الوزارة تحبوا تحرقوا امة ولي عامة الدولة يا اخويا ولي عامة الدولة ولي عامة الدولة. نعم طايطة ليه طايطة ليه انت بالذات انت نقيت لك وحرقت لك وزينت لك لبنتك وخرجت عروسه قمر الضويك كي قنديل باب النار وانت تعيط علي باب البنات ما دخلش ولادي يخدموا. انا القانون هذاك ندبر بيه في راسي اجلي زيت الحرقوس هذيك ناكل بها في خبز. سامحني انت شنو اللي قلقك؟ عرف قرنفل منقوش على زند صبية بشهيدها ومعطبة وقابلة الاشتعال ومد يديه للحلم ولا تحبوها تسكي في خي؟ لا كان توما تحبوها تسكي في ليلة هلالا. أوه يا حاشا أوه يا حاشا لك وليد تجلطم. شوف كلمتش مش تسكت أطلع مكلم الجيش يجيب بومباردين ولا